مشوار كبير وبتأكيد كمان ذكريات لا تنسى. الرحلة الحقيقة تبتدي من بدري جدا مع أشبال وناشئي النادي الأهلي لغاية لما وصل الحقيقة أن يكون واحد من نجوم الفريق الأول ويحقق معاه عدد من الإنجازات. ورغم الحقيقة أنه يمكن كان من أوائل المحترفين المصريين اللي لعبوا بره مصر في قطر وفي تونس، إلا أنه العشق والانتماء يظل دائما للنادي الأهلي. كابتن محمد حشيش نجم النادي الأهلي ضفنا في السادسة، مساء الخير يا كابتن محمد. أهلا وحمد، ازيك؟ أنا ببقى دايما حاسس لما يعني بنستضيف نجوم النادي الأهلي هنا من الأجيال المختلفة طبعا، وبنبقى مقدمين كده يعني حاجة بسيطة عن مشوارهم اللي أضوف داخل القلعة الحمراء، بحس إنه الانطباع الأول وأول حاجة بتيجي في الذاكرة قول للزمان ارجع يا زمان. طبعا طبعا، يعني بيتهيألي إنه المشوار ده وأنت بتفتكره دلوقتي كم كبير جدا من الذكريات. الصور والكلام والتقرير ده بيرجعك بقى العمر بقى، يعني طبعا تتكلم على بداية كورة في النادي الأهلي 74. أيوه، يعني كم سنه؟ 46 سنه كده تقريبا، يعني في عمر كبير ورحله كبيره مع النادي الاهلي، ذكريات كبيره فيها مع اجيال كبيره وعظماء النادي الاهلي. عاصرت كم جيل في الاهلي يا كابتن محمد؟ عاصرت طبعا الجيل الاساسي طبعا اللي هو الكابتن شطه والكابتن صفوت صفوت عبد الحليم، صفوت عبد الحليم الله يرحمه، وطبعا بقى بعد كده كابتن مصطفى عبده وكابتن الخطيب. يعني لحقت كده، وبعدين لعبت مع كابتن الخطيب كتير يعني. كابتن طبعا مجدي عبد الغني وخالد جد الله وطاهر طاهر ابو زيد وعلاء ميهوب، دول يعني زمايل من فرقه الناشئين، سن واحد بالظبط يعني بالتحديد. طالعين مع بعض يعني. مجدي طبعا وخالد وكده اكبر مننا بسنتين ثلاثه. كابتن مختار، كابتن محمد عامر، كابتن ماهر همام، كل دول طبعا اللي هو جيل الأواخر السبعينات والثمانينات كلها يعني. أكتر حاجة يعني ما تقدرش تنساها في مشوارك مع النادي الأهلي، أكتر لحظة، أكتر بطولة، أكتر ماتش ما يروحش من ذاكرة محمد حشيش؟ والله الحقيقة يعني ماتشات كتير. أنا يعني لعبت مع في الفترة الصغيرة اللي لعبتها في النادي الأهلي، لعبت كم مباريات كتيرة وخدت بطولات كتيرة. وكان وقتها أنت عارف يا أحمد ما فيش بطولات كتير. كان هو دوري وكاس. أيوه. وبطوله افريقيا. أيوه. ما كانش بقى السوبر المصري والسوبر الافريقي والكونفدراليه وكاس عالم الانديه وبطوله عربيه، ما كانش فيه الكلام ده. هي هي اللي عملت العدد او يعني الماتشات خلتها كتيره بالنسبه للعيبه. احنا كان ماتشات محدوده، حتى الدوري العام. الدوري العام كان 12 فرقه. ايوه، فكنت عشان انت تلعب مثلا 22 ماتش، ده اللي هو كل الماتشات تبقى بطل يعني. أيوه. وخصوصا في الفتره دي اللي كانت مليئه بالنجوم، يعني النادي الاهلي الفتره اللي انا كنت بلعب فيها كان المركز الاساسي والاحتياطي فيه منتخب مصر. كانت فتره صعبه ومليئه بالنجوم يعني. طبعا طبعا، كلام خدنا وما باركتلكش على بطوله الدوري، الف مبروك. طبعا مبروك عليك ومبروك علينا كلنا، ودي حاجه طبعا كانت يعني متوقعه السنه دي، نظر طبعا ان الفارق كان كبير، وانا بعتبر ان السنه دي ما كانش فيه منافسه. هو يمكن ما كانش فيه منافسه في الملعب، لكن كان فيه سير عكس التيار بره طبعًا الملعب. طبعا يعني من اول ما السيزون ابتدى لو حضرتك تتذكر، كان فيه هجوم شديد على اداره الاهلي، وكان فيه هجوم شديد جدا على فايلر طبعًا. وكان فيه وحتى طول يعني حتى واحنا شغالين طول الموسم لازم حتى بعد المكسب حتى وانت بتلعب لازم تلاقي اشاعه هنا، كلام عن لعيب هنا، مفاوضات مع مدير فني هنا يعني. صحيح. وانت تشعر انك انت بتسبح ضد التيار طول الوقت، حتى على الرغم انك انت ماشي في الدوري وبتتحرك باريحيه كبيره. عايز اقول لك هو تفسير بسيط للموضوع ده. دايما الانسان لما يكون مشغول وبيشتغل وبيجتهد وبيبتكر ومركز مش فاضي الكلام تاني. انما اللي بيعمل الكلام ده اللي هو يبقى ما عندوش حاجه. يعني فاضي. وبعدين السنة دي كشف لأن الجاب كبيرة قوي. يعني هل ينفع أن يبقى فيه 18 بونت ويبقى فيه منافسة؟ منافسة مع مين؟ المنافسة دي نقطة 2 3 يا رب، أنت فاهم إزاي؟ إنما 18 دي يعني المنافسة كانت ممكن قوة الأهلي ولا ضعف المنافسين؟ يعني الفرق الكبير والارقام القياسيه دي نتيجه ان الاهلي حقيقي يعني بيغرد خارج السرب زي ما بيقولوا، الاهلي خارج المنافسه، الاهلي فريق قوي جدا، ولا لانه الدوري بقى مسابقه ضعيفه، او انه الاقرب المنافسين للنادي الاهلي في فرق كبير جدا في المستوى بينه وبينهم؟ النادي الاهلي في فرق كبير في المستوى مش المستوى الفني. جمهور، شعبيه الطاغيه للنادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي ببطولاته،
إدارة النادي الأهلي، الإدارة الجيدة الممتازة على مدار الأجيال المختلفة ورؤساء الأندية المتعاقبة، إصرار اللعيبة، الأهم من كده روح الفانيلا، تشجيع القوي اللي هو مش شرط يكون من الاستاد نفسه في الملعب. أيوة. السبورت دايما من الجمهور حوالين النادي الأهلي، العزيمة القوية بتاعة اللعيبة حتى وإن كان بعضهم مش متربي في النادي الأهلي إنما بيجي من بره من خارج جوه منظومة النادي الأهلي، فبياخد على إن ما ينفعش النادي الأهلي يتعادل، الناس بتزعل. يعني احنا متربيين على كده في النادي الأهلي واحنا صغيرين، نتعادل نروح نعيط في البيت ازاي تعادلنا وخارج أرضنا كمان مش فاهم. فالحاجات دي كلها والروح القوية بتاعة النادي الأهلي هي اللي دايما بتخلي النادي الأهلي أي مسابقة يدخلها عايز ياخدها، عايز ياخد البطولة، عايز ياخد الدرع أو الكاس، بطولة إفريقيا عايز. النادي الاهلي لو ما كانش كده يقول لك انا واخد 41 بطوله والراجل اللي بعدي واخد 12، فريح بقى مش مشكله على البال ما يعني لو انا يعني جيت على جنب كده مش هيلحقني. انما اصرار، انت بتبقى 41 عايز 42 وانا متاكد ان شاء الله السنه الجايه عايز 43 عندك 8. لا هو الاهلي يمكن من اكتر، والله مش عشان الواحد اهلاوي عشان منتمي للكيان العظيم ده، لكن الاهلي يمكن من اكتر، بتكلم على مستوى الحرفيه يعني طبعا. مستوى الاحتراف الاهلي اكتر حاجه بتميزه انه مش باصص لغيره، الاهلي باصص لنفسه، الاهلي بينافس نفسه، الاهلي بيشوف هو حقق ايه ويبص على طول على الهدف اللي على بعد. فكره يا احمد النقطه اللي انت قلتها دي مهمه جدا جدا، واللي المنافس عارفها كويس قوي بدليل ان هو عايز يسحبك من الجزئيه دي ويخليك حاله التركيز دي ويدخل في المنطقه بتاعته لانه عارف ان انت كنادي اهلي وكتربيه ومبادئ النادي الاهلي مش هتعرف تروح في الحته بتاعته، هو استاذ في الحته بتاعته ما حدش يقدر يضاهيه في الحته بتاعته. الحته بتاعته دي ما هو عايز يجيبك فيها عشان هو يوجدها وانت استحالها تنساق، ولا احد يرتضي الحقيقه ان هو يروح لهذه المنطقه على اطلاقا. لا 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 مجلس اداره والكلام هنا معلش كابتن محمد مش رياضه بس، طبعا هنا بنتكلم في اخلاقيات وبنتكلم في قيم ودي يعني تيجي قبل المنافسه وقبله. انا بالمناسبه كنت بتكلم في نفس الاطار ده في بدايه الحلقه والله. يعني في النهايه انت بتحافظ على قيمه معينه طبعا، وبتحافظ على اخلاقيات معينه وبتمثل قدوه الاجيال طالعه، فبالتالي لابد ان ده المعايير دي تتحط في النادي الاهلي كمؤسسه كبيره قدوة لمؤسسات كتيرة. احنا جينا فترة من الفترات السابقة اللي قبل الرئيس السيسي ما يجي كنا بنقول الإدارة الوحيدة اللي ناجحة في مصر هي إدارة النادي الأهلي، مؤسسة النادي الأهلي. أيوة. اللي كان في أوقات كان بيبقى في ظروف للبلد صعبة والفرحة الوحيدة اللي كانت بتيجي عن طريق النادي الأهلي بالفوز ببطولات الإفريقية وكده. أيوة. فالنادي الأهلي طول عمره حتى الكابتن خطيب بيأكد على الكلام ده في كل الاحاديث بتاعته ان احنا استحاله هنرد على الاساءات، احنا بنرد بالشكل الطبيعي وبالطريق القانوني وعن طريق القانون وعن طريق مؤسسات الدوله، انما هنخش في حاجات جانبيه هتعطلنا عن الهدف الرئيسي بتاعنا وهو تحقيق الانتصارات والبطولات واسعاد الجمهور. بمناسبه كابتن خطيب يعني وبعيدا حتى عن الكره وانتمائك لفريق النادي الاهلي كونك واحد من نجومه، انت اساسا من عيله اهلاويه يعني انت طبعاً. اساسا حتى من قبل ما انت تخش او تبتدي كلاعب في النادي الاهلي انت بتنتمي لعيله اهلاويه. احنا طبعا انا طبعا يعني عضو في النادي الاهلي من اواخر الستينات مع والدي ووالدتي، سكني كان قدام النادي الاهلي، حياتي كلها كنت بقضيها في النادي الاهلي وانا صغير على طول من الصبح بالليل لغايه ما طبعا دخلت يعني فرقه الناشئين تحت اللي هم 12 سنه، فاحنا يعني طبعا عيله اهلاويه من زمان، وطبعا جيت انا بقى كملت طبعا في النادي الاهلي. يعني اللي كمان بيحس بقيمه النادي الاهلي اللي بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي طبعا، يعني طبعا الجمهور في جمهور كبير جدا جدا ساند النادي الاهلي في حاجات كتيره، اعضاء النادي الاهلي سواء الاعضاء اللي عاملين في النادي الاهلي او جماهيره الكبيره، بس مش زي ما تلبس وتحس بقيمه النادي الاهلي. تحس بقيمه النادي الاهلي مش في مصر بس. أيوه. تحس بقيمه النادي الاهلي لما كنا بنسافر بره، الجاليات المصريه والعرب نفسهم في مختلف طبعا الدول اللي كنا بنروحها، انتماء وتشجيع كبير للنادي الاهلي. فانت لما بتحس بتنتمي للنادي الاهلي حتى لو لعبت مباراه واحده صحيح. بتبقى بالنسبه لك حاجه كبيره يعني.
طيب يعني زي ما حضراتكم شايفين وزي ما حضرتك شايف كابتن محمد، دي لقطات بث مباشر من صالة المغطاة في ملعب الشرقية للدخان. ده ماتش نهائي كأس مصر سيدات في كرة الطايرة. تمام. النهائي بيجمع طبعا بين فريق النادي الأهلي وفريق نادي الصيد، ويمكن حضراتكم شفتوا كابتن محمود خطيب ظهر في على الشاشة من شوية، والحقيقة كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي موجودين وفي متابعة مستمرة واهتمام بكل البطولات على كل المستويات. معنا زميلنا شريف شعبان من داخل الصالة المغطاة. شريف مساء الخير، ويعني ادينا كده طمنا الأول على سكور دلوقتي، الماتش شغال، أنا عارف نعرف منك نتيجة المباراة. مساء الخير، تحياتي ليك أحمد، تحياتي طبعا لكابتن مصر الكابتن حشيش ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل من صاله الشرقيه للدخان نهائي كاس مصر للسيدات، الاهلي والصيد. يمكن الشوط الاول الاهلي تقدم على فريق الصيد 25-18، ومن خلفي الشوط الثاني شغال باذن الله يا رب باذن الله يكون الانتصار من نصيب النادي الاهلي في الشوط الثاني والثالث عشان نخلص باذن الله 3-0. طبعا الاهلي تاهل الى نهائي كاس مصر بعد الفوز على الجزيره 3-0، ويمكن الصيد فاز على الزمالك 3-1. كابتن حمدي الصافي المدير الفني للنادي الاهلي حدث ولا حرك، تاريخه ولاعب كبير طبعا. وايضا هو مدير فني تاريخ كبير، يمكن ما شاء الله ما شاء الله 6 دوري، 5 كاس، 4 افريقيا، 3 بطولة عربية، يمكن البطولة الدوري كمان الاهلي حسمها لطائره السيدات، ما شاء الله انتصارات بتتوالى. خليني اقول لك بقى وافرح كل جماهير النادي الاهلي، يمكن معشوقهم رئيس مجلس اداره النادي الاهلي موجود في الصاله المغطاه بيتابع اللقاء، الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب، يمكن حريص كان يتابع اللقاء من اوله الى الاشوط الثانيه ولسه مستمر طبعا الكابتن خطيب في مشاهده المباراه. باذن الله يا رب باذن الله يكون الانتصار النهارده من نصيب النادي الاهلي. ايضا حضر من النادي الاهلي الكابتن رفع عبد القادر مدير النشاط الرياضي، والعميد محمد مرجان مدير عام النادي الاهلي، ومن اتحاد الطائره طبعا رئيس اللجنه المؤقته المهندس سامح حمدي. زي ما قلت لك احنا الان في الشوط الثاني، باذن الله الاهلي ينتصر على او يفوز على الصيد في الشوط الثاني، يبقى ناقص له بس شوط واحد يخلصه باذن الله ونتوج بكاس مصر. كالعاده البطولات كلها بتحب النادي الاهلي، البطولات كلها بتجري ورا النادي الاهلي. باذن الله النهارده يكون يوم اهلاوي خالص باذن الله زميلي احمد. بشكرك شكرا جزيلا شريف، واعتقد سيدات الاهلي متالقات مش بس في الطايره، سيزون موفق وناجح الحقيقه لعدد كبير جدا من الرياضات، سيدات السله اللي حسموا الدوري، واعتقد كمان في كره الطايره الاهلي اعتقد هيلعب بكره. شباب فكروني بكره مع الجيش، فاينل كاس رجال ان شاء الله. كل التوفيق طبعا لابطالنا بعد ما حسموا بطوله الدوري. الحقيقه يمكن على مستوى يعني الرياضات المختلفه الاهلي عامل سيزون ولا اروع، ويمكن بشكرك يا شريف طبعا، وهنتابع معاك اول باول نتيجه المباراه، ونتمنى التوفيق طبعا ونحتفل مع بطلات الاهلي بحسم البطوله. قبل ما نكمل كلام، والحقيقه انا مش بس عايز اتكلم على الرياضه، يعني بصفتك كمان كابتن محمد من يعني من اعضاء النادي الاهلي طبعًا. انا عارف انه يمكن الاعضاء بيلمسوا طفره كبيره جدا على مختلف المستويات في الافرع المختلفه او الفروع المختلفه للنادي الاهلي، خلينا نتكلم عنها بس بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم. مرة تانية برحب بحضراتكم وبرحب بنجمنا النهارده الكابتن محمد حشيش. اهلا بحضرتك مرة تانية كابتن محمد. كنت قبل الفاصل بكلم حضرتك على مجلس كابتن خطيب، مجلس ده يمكن من اكثر المجالس اللي تعرضت لحملات ممنهجة والموجات متتالية من الانتقادات. تقييمك لاداء المجلس سواء من ناحية البطولات، وانا عارف انه الاهلي اي بطولة بيدخلها في اي رياضة على مستوى الكبار على مستوى الناشئين وطلب بالفوز بيها، او على مستوى حتى النادي كنادي خدمات، السنة دي بنشوف اعتقد نقله نوعيه، فكره ملعب الاهلي والسلام، استاد باسم الاهلي، بنشوف افتتاحات وتطوير يعني وقبل كده لو هنيجي بقى من اول ما المجلس مسك، الحقيقه طبعا اكتر مجلس انتقدوه لان انا في رايي من انجح المجالس اللي جت، وجت في ظروف صعبه جدا ومع ذلك يعني لو هنتكلم على حاجه مثلا بسيطه، السنه اللي فاتت الدوري لو كنا بعيد قوي اصرار والعزيمه، لو تفتكر معايا مستشفى النادي الاهلي اللي كانت بتتقال كم من اللعيبه وكم اصابات غير عادي، ومع ذلك باراده النادي الاهلي والدعم الكبير احنا في وقت من الاوقات سمعنا السنه اللي فاتت الاهلي هينزل دوري الدرجه بالظبط كده، وبعدين الطريقه بقى ومش عارف اصل اللي ما حد اللي ما فيش مش عارف فرقه تانية هي اللي بتنافسنا وحاجات كده، ومع ذلك جيت من ورا خالص وكسبت بطوله دوري اللي هي اكبر بطوله
يعني المقياس هي بطولة الدوري لأن هي مشوار موسم كامل. البطولات التانية اللي هي ماتش واحد تاخد بطولة دي ومكسر الدنيا عليها، لا انت بتتكلم على الفرق القوية بتبان في الموسم الكبير طبعا، واخد بالك تلعب 34 مباراة 18 فريق، مش ماتش واحد ممكن ما يكون بدلك يوميها. هو كان بدلك بصراحه يعني. انت فاهم ازاي؟ يعني هو كان بدلك يعني يوم ما الاهلي بيخسر ماتش بطوله ماتش واحد دي بيبقى يعني بالتاكيد سوء حظ. الناس يعني بتكبر نفسها وتقول احنا خدنا بطولتين في مش عارف في اسبوع ماتشين. طيب بمناسبه البطولات الكبيره، احنا داخلين على البطوله الاغلى طبعا، والبطوله المفضله والبطوله اللي وحشت جماهير نادي الاهلي بقى لها فتره. وانا بصراحه يعني بمنتهى الصراحه الى حد كبير متخوف طبيعي جدا، بلعب فريق مرشح، ناس كتير بتشوف مواجهه الاهلي والوداد هي نهائي مبكر لبطوله دوري الابطال. اسمع منك تقييمك لفايلر وبالذات في افريقيا، يعني واحد من اهم الانتقادات اللي اتقالت على الراجل ده اول ما مسك ان الراجل ملوش في افريقيا، مدربش في افريقيا وما يفهمش حاجه عن المنافسه والانديه الافريقيه، شايف مشواره ازاي؟ سيبك من الدوري يعني، الدوري تمام لكن مشواره في افريقيا بتشوفه ازاي؟ والله المشوار كان صعب ومشوار كبير، كان في محطات صعبه بالنسبه لفايلر. كنا لسه بنتكلم ماتش النجم من اوائل الماتشات وبره ارضك وبتطرد منك واحد في اساسي المساك بتاعك في اول خمس دقائق ومع الجمهور القوي بتاع تونس وتطلع بالنتيجه دي وتكمل. المحطه الثانيه محطه الهلال السوداني، كان لا انت رايح ولازم تكسب المباراه دي لان ما كانش في بديل على المكسب، لازم او تنتظر عشان تتاهل او تنتظر نتائج تانية. ففي تجارب مر بيها كبيره ان شاء الله، يعني كده خد جزء من الخبرات الافريقيه اللي هم بيحكوا عنها. ان شاء الله باذن الله المحك بقى الرئيسي المباريات اللي جايه الوداد طبعا. شايف ماتش الوداد ازاي؟ مخلصين سيزن في محلي، واخدين حاسمين بطوله الدوري من طبعاً من بدري طبعا، قائمه الفريق تقريبا شبه مكتمله، يعني ممكن يبقى في لعيبه بعيده عن الفورمه لكن جاهزه انها صحيح تخش ان شاء الله في التشكيله. شايف التحضير لماتش الوداد ازاي؟ وشايف مواجهه الوداد على ملعبه ذهابا والعوده في القاهره ازاي؟ مباراه قويه جدا مع يمكن اكبر فريق في المغرب واكبر فريق في افريقيا دلوقتي من الفرق الكويسه، فيها عناصر خبره وعناصر شباب كتير، يعني خليط ما بين الاثنين. ما تقدرش تقول عندهم نقطه ضعف الحته الفلانيه نص الملعب كذا، لا عندهم الهجوم، لا فرقه بتلعب كره جماعيه، فرقه بطولات لسه واخده البطوله، كل ده بيدي لها حافز. انما في المقابل النادي الاهلي انت بتلعب بطل افريقيا واكبر نادي حصل على بطولات افريقيا وعنده كم من النجوم الكبيره وعنده من التاريخ والخبرات في افريقيا حاجه كبيره. ان شاء الله باذن الله العناصر اللي موجوده مع الجهاز الفني اللي موجود يحققوا البطوله اللي الناس كلها مستنيها. يعني البطوله احنا لا غنى عن بطوله الدوري بس انت خلاص النادي الاهلي خلص بطوله بيقفل ويبتدي يبص على حلم غايب بقاله فتره. يعني برغم ان انت اكتر نادي في افريقيا واخد البطوله دي، انما الجمهور بيقول لك ايه؟ عايزين التاسعه. البطوله دي مهمه غايبه بقالها فتره، الناس عايزه تفتكر يا احمد كاس عالم الانديه وعايزه تفتكر الكلام ده، وما كنا بنستنى واليابان والتوقيتات ونتفرج ونعمل، يعني لان النادي الاهلي دخل العالميه من كذا سنه، فاحنا عايزين نبقى متواجدين في المحفل الكبير ده. المفروض يبقى فيه طبعا يعني الحمد لله ظروف دلوقتي ان انت ارتحت واطمنت على بطولة الدوري تماما رسمي، ده خدمك وجه في مصلحتك اكتر واداك اريحيه انك طبعًا انت تحضر بقى على مهلك بدون مشتت شد ما بين بطولتين. أيوه. وبرده اللعيبه هنا كذا ويفصل، لا انت كده فصلت عن بطولة الدوري بس مش فصلت عن بطولة الدوري ان انت الماتشات الجايه مش مهمه، لا دي المباريات اللي جايه مهمه جدا بس مش عشان تاخد بيها الدوري، عشان تاهلك للهدف الاكبر. بين نارين يا كابتن محمد، بين نارين انه لا قدر الله حد من اللعيبه يعني من القوام الاساسي للفرقه لا قدر الله يتعرض لاصابه، بين نارين ان انا عايز اجهز المستبعدين اللي بقى لهم فتره سواء زي كهربا بسبب ايقاف، شحات عامل عمليه، ناس راجعه ما كانتش بقى جاهزه بدنيا زي صلاح جمعه نفسي اجهزهم وادخلهم فورمه، وان انا احافظ على
حساسية المباريات والفورمة اللي وصل ليها عدد كبير جدا من اللعيبة زي سولية وديانج والشناوي وربيعة وبادجي اللي ابتدى يدخل فورمة، في كل المعادلات دي أو كل المعطيات دي تحضر لماتش الوداد ازاي؟ الكلام اللي انت قلته ده بقى، الخلطة دي كلها ازاي تتعمل، ده الكوتشنج بقى. ده دوره مهم جدا جدا الفترة دي، يعني من أهم 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 الفترات. فاضل حوالي تقريبا النهاردة بنتكلم 22، فاضل حوالي يمكن كام 20 يوم مثلا تقريبا. ال 20 يوم دول انت مطالب ان انت تحط في دماغك التشكيل اللي انت هتبدا بيه من دلوقتي، العناصر الاساسيه، وبتبقى عامل في حسابك ان ممكن لا قدر الله واحد او اثنين يحصل اصابات، فانت محضر البديل اللي هيدخل هيبقى متجانس مع التشكيل ده. بتبقى حاطط كمان وبتدرب الناس على الطريقه، انت عارف دلوقتي ما بقاش في حاجه بتستخبى، الاتصالات والقصه بقت الدنيا كلها عارفه، يمكن الوداد عارف النادي الاهلي بيتمرن ايه كل يوم الصبح فما بقاش ان انت تخبي عشان تفاجئ، لا انت ركز على انك في تشكيل قوام، تشكيل رئيسي لازم تلعب بيه في بطوله الدوري. ما تبصش ان احنا المباريات مش مهمه فهبتدي اشوف بقى انا اللي عايزهم السنه الجايه، عايزهم في القايمه او عايز اعيرهم او عايز امشيهم او عايز كذا، لا العناصر اللي موجوده دي التشكيل الاساسي لازم انت تفكر فيه كويس قوي وتلعبه، وتقدر تريح بعض العناصر اللي انت شايفها مثلا في خلال الفتره اللي فاتت اكتر عناصر بتلعب. ممكن انت عندك تغيير كمان 5 كذلك، انت عندك لعيبه لسه ما اطمنتش عليها، لسه راجع زي حسين شحات اللي هو احتمال يبتدي من بكره، كهربا لسه ما دخلش فورمه. الناس دي لازم تلعب بصفه اساسيه خلال الفتره اللي جايه دي عشان تنضم لقافله الناس الكويسه اللي جابت الفورمه بتاعتها. ما بصش بقى ان ايه لازم العب ناس ولازم افكر في كذا، لا اللعيبه مدرك تماما طبعا، يعني انا ما عنديش شك انه كل واحد ممكن يكون اسمه محطوط في القائمه اللي هتلعب ماتش الوداد نفسه يحقق ده كانجاز شخصي طبعا وكانجاز النادي اللي هو بينتمي ليه طبعا، لكن برضه مدرك انه في حته كده داخله جوه الدماغ انه في حاله من حالات الضغط الجماهيري العنيفه جدا طبعا. زي ما حضرتك لسه بتقول جمهوره بعيد عن الاهلي، في انديه من ساعه ما ابتدت لغايه النهارده ما جاتش اساسا في نهائي افريقيا بالظبط، لكن بالنسبه للاهلي هو مش مطالب انه يوصل نهائي، هو مطالب انه يفوز بالبطوله صحيح. وبالتالي دي حته ممكن تبقى عامله ضغط للعيبه، ازاي اتعاملوا معاها؟ وبالتاكيد حضرتك عندك خبرات وعديت بمواقف مشابهه. دور اللعيبه الخبره في الفرقه ادوارهم يعني مهمه جدا خلال الفترات دايما الصعبه او المواقف الصعبه. يعني لو عندنا وليد سليمان من اللعيبه دلوقتي الخبره اللي موجوده، سعد سمير، لو شناوي، الناس الكبيره دي لازم تبتدي تتكلم مع اللعيبه. التركيز مش هيبقى قبل الماتش بيوم زي ما كنا بنعمل قبل كده، التركيز من دلوقتي في هدف، وهدف مهم جدا كل الناس بتتمناه، حتى اللعيبه اللي سافر قبل كده زي وليد سليمان وجرب الحصول على بطوله افريقيا وجرب انه يلعب في كاس العالم للانديه، ده مشتاق ان هو ينهي تاريخه برضو ببطوله كبيره ومسابقه كبيره زي بطوله العالم للانديه. أيوه. كذلك الناس اللي لسه ما عملتش بطولات، ما خدتش بطولات افريقيا، لازم تبقى متشوقه لحاجه زي دي. وبعدين عايز اقول لك يعني دايما في النادي الاهلي اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، لان هو المكسب بيعم الكل. يعني انا لما خدت 5 بطولات افريقيا للنادي الاهلي، 3 ابطال كؤوس واثنين ابطال دوري، هل انا لعبت كل الماتشات وكل انما محسوب لي ان انا كنت مشارك ولعبت مع الفرقه ومحسوب لي البطولات دي. فكل واحد يعني مجهوده بينصهر في مجهود الكل. احنا عندنا هدف رئيس ما قالش ايه، انا بس عشان الضغط العصبي انا عايز ابقى موجود، عايز اشارك، دي حاجه كويسه تخليني اعلى مستواي ادوس على نفسي بلغه الكوره ان انا اوصل للتوب فورم، وان انا لما اشارك يعني اغتنم الفرصه، لما اخد فرصه لازم اثبت نفسي. الفتره اللي جايه دي يعني مش بتاعه هزار بقى ونريح فلان واصل فلان كذا، لا كلهم دلوقتي يركز، لان انت بتدي كمان زي لسه من شويه بقول لك ان مفيش حاجه بتستخبى، انت بتدي رسائل للمنافس سواء المنافس اللي موجود هنا اللي ممكن يقابلك في بطولة افريقيا او المنافس الخارجي، بتدي رسائل من دلوقتي انت مركز وبتكسب ماتشاتك حتى وانك واخد بطولة الدوري، انما بتنزل برضو بتكسب
البعض بيربط بين انه المستوى، رغم ان احنا حسبنا ورغم زي ما ابتديت كلامي انه سيزن بالارقام، ارقام قياسيه في كل المستويات، والسيزن ده ما حصلش يمكن في تاريخ الاهلي من سنين طويله. صحيح جدا. صحيح. لكن بعض يمكن يكون قلقان شويه من مستوى الاداء، يعني اداء الفرقه رغم انك انت سواء بتكسب او تتعادل بس قادر تبقى متصدر الدوري بفارق مريح وقادر تحسم البطوله قبل ما تخلص باسابيع كتيره جدا، لكن لما تتفرج على شكل الفرقه بتحس انه لا مش ده الاهلي اللي قبل السيزون ما يقف، في اعتبارات كتير عارفين، وقلت انه فتره التوقف اثرت على المستوى البدني والذهني والنفسي وتكتيكي للفريق كله، وده طبيعي جدا. تمام. بس ما هو برضو اثرت على كل الفرق التانية، فمن وجهه نظرك ده كان حاصل ليه وازاي نتجاوز ده؟ يعني اللي انا عايز اقوله لك، احنا لو هنتكلم عن النقط السلبيه وهي موجوده، النادي الاهلي قبل كورونا غير بعد كورونا، والغريب انه حاله حال الانديه الكبيره في بطوله الدوري دي. تمام. يعني غريبه جدا، لو 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 تبص تشوف ان الفرق الصغيره في الجدول الدوري هي اللي ادائها عالي جدا جدا بعد الكورونا، زي مثلا على سبيل المثال اسوان او وادي دجله او 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 النادي الاهلي اللي انا قلقان منه كبقى لعيب وكبرضه مشاهد للنادي الاهلي او من جمهور النادي الاهلي، ان في بعض يعني الاداء اللي مش كويس على المستوى الجماعي حتى على مستوى الفردي. أيوة. يعني انا قلقان من بعض اللعيبه من بعد كورونا ولعبت اكتر من ماتش ولسه مش في مستواها اللي معروف اللي كان قبل كده. أيوة. واحد زي اجايي مثلا الراجل بياخد من بعد كورونا ولغايه دلوقتي مفيش. جيرالدو نفس القصه. ايوه. في ناس كانت بدات صعبه شويه بس الماتشات جابتها. وده الطبيعي. الاداء ككل يمكن معرفش خلال الفترة اللي فاتت كان فايلر برضه مغير الطريقة، فدي يمكن كانت عاملة لخبطة. أيوة. يعني على 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 لعيبة النادي الأهلي، النادي الأهلي متعود يلعب خلال الفترات اللي فاتت 4-2-3-1. مظبوط. عملية اتنين دي كراس حربة ممكن تكون ملخبطة شوية، عشان كده أنا بقول لك مفيش مجال بقى بعد كده إن أنا أقعد. يعني هو يمكن جرب في المباراة اللي فاتت عشان يوصل لأهم العناصر او احسن عناصر موجوده اللي هيحطها في التشكيل الرئيسي لافريقيا، فاحنا الفتره اللي جايه مش عايزين تجارب. اللي خد فرصه ومش كويس وما استغلهاش مش هقعد اتحايل عليه وطبطب عليه واقول له والنبي طب انت ايه رايك؟ لا. ما اديتك بدل الماتش 4 و5 و6، يبقى انت حالتك في حاجه تخصك انت، شوفها بقى بره. تمام. يعني انما ادي فرص للناس الكويسه وركز على التشكيل الاساسي، والحاجه الاهم كمان ركز على طريقه اللعب اللي انت هتلعبها اللي تناسب الماتش اللي بره. طيب قبل ما ادخل في جزئيه الناشئين، وانا عارف حضرتك مسؤول عن قطاع الناشئين، مدير تنفيذي اتحاد الكره في القاهره، خليني بس اسالك، انت اتصعدت كام سنه؟ يعني انت اول ما طلعت من ناشئ الاهلي عشان تلعب فيرست تيم طلعت كام سنه؟ انا وانا 17 سنه كنت بتاخد ماتشات وديه كده معاهم ايام هيديكوتي. ايوه. طلعت بالظبط 81 درجه اولى، 81 بعد ماتشات كتيره بقى وديه، وكنت يعني اطلع شويه وانزل يعني. لعبت درجه اولى 18 سنه. هل بتشوف انه ده بقى بيتكرر او بيحصل دلوقتي بشكل يعني للاسف لا طبيعي؟ للاسف ليه؟ لا ليه من وجهه نظرك؟ هقول لك ليه. يعني مع انه بالتاكيد فرقه الاهلي فيها من النجوم اللي تشيل موهبه او موهبتين لسه بيبتدوا المشوار. تمام. وفكره انك انت تطلع حد من كتيبه الناشئين بتاعتك فاهم ثقافه النادي الاهلي وفاهم مدرسه النادي الاهلي بتبقى الى حد كبير جدا احسن ما تجيب موهبه تانية لسه جايه من بره. ليه ما بقاش بيحصل ده؟ وعلى فكره دي مش حاجه تخص الاهلي بس، يمكن تخص طبعاً. يعني هقول لك ليه فرقتين ثلاثه في مصر الحقيقه في شغل فيها جامد في قطاع الناشئين. هقول لك ليه وبصراحه وممكن حد يزعل من الكلام ده، بس هو ده الكلام الطبيعي لان انت دخلت في التخصص بتاعي. أي. خلال السنين اللي فاتت قطاعات الناشئين لازم يبقى فيها اهتمام. ولازم اللعيب اللي موجود سواء اللعيب او المدرب او رئيس الجهاز يحس ان هو مطالب بانه يبني لعيب للدرجه الاولى. تمام. بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين. مش انه ياخد بطوله. البطوله دي سهله في الاشبال. يا فرحه النادي الاهلي بياخد كل البطولات على مستوى الناشئين، انما ما طلعش حد درجه اولى. يعني ايه؟ انت فاهم ازاي؟ فلازم جزئيه، معلش برضه احط في الاعتبار. تمام. عشان تبقى جزئيه انه النادي الاهلي
بينافس دايما على البطوله، فعايز لعيب توب فورم، عايز لعيب جاهز. يعني بنشوف من ولاد النادي الاهلي من نفس المدارس حاجة بتقولها دي، تمام. اسماء بتطلع اعارات في فرق تانية بتروح تكسر الدنيا. عايز اقول لك حاجه احمد، لازم اللعيب يحس انه لما يبقى كويس ويوصل للسن ال 18 19 الفرق الكبيره هتاخده. ما يحسش ان مهما هعمل، انا بكلمك بصراحه بدون اي زعل، ما يحسش ان هو مهما هعمل فرصتي صعبه. النادي الاهلي يا عم بيشتري من بره، راح يجيب مساك فلاني وراح يجيب بتاع الوداد وراح يجيب طب انا بقى وانا سني 18 19 سنه وبلعب في النادي بقى لي 12 سنه اعمل ايه؟ بس انا بفتكر برضو كم من ولاد النادي الاهلي خرجوا اكتسبوا خبره ودخلوا منافسات والاهلي جابهم مره تانية، وكم من ولاد النادي الاهلي اللي قاعد يربيهم 15 سنه بيجي سن 20 باي باي امشي. المتميزين قوي اللي بيطلع الدرجه الاولى نعمل اعارات، انما الباقي فين؟ انت بتصرف عليه الفتره دي كلها. حته ان انت بس دي على فكره برضو خد بقى حاجه من جزئيه، يعني انه دي مسؤوليه نادي او قلعه رياضيه كبيره جدا زي مصر انها تفتح المجال وتطلع مواهب حتى ولو ما كانش فيها ليها مردود، تمام. بشكل مباشر، تمام. لكن ده دور وواجب على نادي زي النادي. انا عايز اقول لك حاجه، دافع عن النادي. انا عايز اقول لك حاجه، لما ادي مدرب القطاع الناشئين اجيب مدربين صح خبرات. مدرب الناشئين ده اصعب من مدرب الفرق الكبيره، انت بتاخد واحد جاهز. فايلر ما بيعلمش كهربا بص بطن رجلك وقف الكره على ركبتك كده، لا ده فايلر كذا نوع من النجوم، هاتولي فلان الفلاني بيجيبوا له فلان الفلاني. انت فاهم ازاي؟ انما الناشئين ده والبراعم انا بعلم. بعلم. بالمناسبه ايه رايك في الشغل اللي حصل في قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ ما انا عايز انقلك بس للحته دي، بس عايز اقول لك ان طيب انت فضل. السنين اللي فاتت انت بتعامل المدربين مرتبات مش كويسه، واحد بيبطل النهارده بيجيبه يمسك بكره، واخد بالك؟ اللي ما عندوش اي خبره في التدريب بتديه له ولد صغير يدربه كويس ويعلمه، وبعدين ده بيدربه كمان ايه؟ ده كوره ونفسيا وبيطلع شخصيه تصلح للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت بتحاسبه على البطوله، ما تحاسبوش انه طلع كام لعيب للدرجه الاولى، تمام. فبالتالي وصلنا للمراحل دي، المدرب خايف انه يمشي السنه الجايه فعايز يلعب اي حد الجامدين القوي بتاع عشان يكسبه عشان ياخد بطوله، بغض النظر انه يتعب نفسه مع لعيب موهبه جسمه قليل شويه، عايز يتدرب شويه، عايز عنصره من عصر غايب عنه. انت فاهم ازاي؟ كذلك حته بقول لك ان انت كتر انك بتجيب لعيبه من بره، اللعيبه اللي موجوده انا بكلمك وانا يعني موجود في القطاع. السنه دي اول خطوه بقت كويسه اتعملت، اللي هي اتاخرت. خلينا بقى ناجل على الخطوه اللي اتاخرت، ان تاتي متاخرا افضل من ان تاتي على الاطلاق. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. الحقيقه يمكن احنا مستمرين مع حضراتكم في السادسه عشان نتابع ونغطي بطلات النادي الاهلي في الكره الطايره اللي بيلعبوا فاينل الكاس دلوقتي، وهم متقدمين في الاشواط 2-0 وفي الشوط الثالث، والحاسم ان شاء الله لو قدر النادي الاهلي انه يحسمه لصالحه ويعلن تتويج فريق الكره الطايره سيدات للنادي الاهلي بطلا للكاس. النتيجه 16-4 وبالتالي يا كابتن محمد يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله تبقى فرصه. احنا بنتكلم على معجزه يعني ان الاهلي يخسر طبعا، بس ان شاء الله فرصه ان شاء الله ان يعني نحتفل معاهم بالتدويق التدويق وشك حلو عليهم كابتن محمد. الحمد لله، وهم الحقيقه فرق النادي الاهلي كلها، ودي الميزه في النادي الاهلي او مؤسسه النادي الاهلي، مش قائمه على كره القدم. طبعا كره القدم هي واجهه النادي والشعبيه الطاغيه طبعا، انما برضو احنا عندنا يعني العاب تانية ابطال فيها
من زمان، وغير كمان الالعاب الجماعيه ده عندنا كمان الفرديه والسباحه ابطال وبطلات مصر حضرتك وتماسيح النيل من عندنا طبعا يعني. طبعا هو لولا برضو ده جزء من يعني من لما بنتكلم على قلعه رياضه هدفها صحيح. في النهايه انها تفيد الرياضه المصريه طبعا، ولولا البطولات والتطور الكبير اللي حصل في مستوى الفرق يعني نادي الاهلي ما كانتش الرياضات دي تقدر تنافس على مستوى القاره وتمثل اسم مصر. اي اضافه بيعملها النادي الاهلي او تطوير في اي فرق رياضيه بيصب في مصلحه المنتخب الوطني. عشان كده انت دايما بتقول ايه يعني عناصر منتخب مصر في اي فرقه هتلاقي القوام الرئيسي فيها النادي الاهلي. ودايما كنا احنا عندنا في الكوره نقول ايه، لو الاهلي كويس يبقى المنتخب كويس، بنفس المنطق اللي كنت بتكلم حضرتك فيه في الناشئين. يعني لو رياضات ما لهاش جماهيريه كبيره جدا بالزبط. لو رياضات ما لهاش مردود اقتصادي معين، ورغم كده الاهلي بيكلف فرق ومعسكرات طبعا. وتعاقدات وسفر للخارج سواء معسكرات او بطولات، كان ممكن يقول لك لا طب وانا عليا من ده بايه، نقفل الفرقه دي ولا نلغي الرياضه دي ونركز في الرياضات الثانيه اللي ممكن يبقى ليها مردود اقتصادي. لكن صحيح. مش ممكن ابدا، لان الاهلي مدرك طبعا للمسؤوليه الكبيره جدا اللي هو بيتحملها. طيب احنا وصلنا ل 20/9 ففاضل لنا كذا نقطه تمام. انا عايز واحنا بنتابع يعني ان شاء الله ونحضر التتويج مع بعض نكمل كلامنا عن الناشئين. انا عايز اكمل بس حته الناشئين. كنا وقفنا عند ان السنه دي في وقفه كويسه، الشغل الجديد السنة مجلس الاداره عملها لقطاع الناشئين وجاب مدير فني اجنبي عشان يمسك القطاع كله، عمل عمليه الضم ما بين الفرق، لان كان الفرق الكتيره دي كلها يعني ما بيجيبش المردود. حصل دمج بين الفرق وبعضها، بين الفرق مثلا 2002 على 2001 2000 على 99. اول حاجه انت اخترت او هتنقي اللعيبه المتميزه، فلترت بقى بس انا كان نفسي في الجزئيه دي بالتحديد ان كان الموضوع الضم ده يتعمل على مرحلتين، السنه دي والسنه الجايه. ليه؟ معلش اسمح لي بس الضم ده كان بناء على رؤيه الخبير الاجنبي ولا ده كان استراتيجيه النادي الاهلي، سياسه نادي والراجل جاي طبعا؟ اعتقد سياسه النادي. اعتقد كانت سياسه تمام. النادي انا كنت عايز اعملها بقى مرحلتين. على مرحلتين ليه؟ لسبب هنمسك مثلا فريق مثلا زي 2002، لان انا ابني بيلعب في 2002 في الاهلي تمام. ف حريفه كابتن كويس بيقولوا كويس يعني ربنا يبارك ومساك، واعتقد ان الفريق الاول محتاج برضو موضوع المساكين يعني. فعايز اقول ان 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 القوام الفرقه كانت 30 لعيب. لما انت تيجي مره واحده تمشي حوالي 22 لعيب، ال 22 لعيب دول بقى لهم في النادي اكتر من 10 سنين انت بتدربهم وبتصرف عليهم و و و و تقريبا خدت الاساسيين ضمتهم مع الفريق اللي هو الاكبر اللي هو 2001 تمام. طيب انت كنت عملت السنه دي حاجه، كنت المميزين دول اللي هم مثلا سي 10 مثلا ضمتهم بصفه اساسيه مع الفرقه الكبيره واحتفظت بالباقي اللي هم المفروض ما كانوش بيلعبوا خلال السنه اللي فاتت، لعبتهم في مسابقه زي مسابقه منطقه القاهره، مسابقه ضعيفه شويه. ليه؟ مش قطاعات او جمهوريه. ليه؟ عشان ممكن في السن ده ويبقوا عارفين انتوا قاعدين معانا الموسم ده يا جماعه، لازم كل واحد يشد حيله ويثبت نفسه عشان لو ما كانش يبقى السنه الجايه مش موجود تمام، ونبقى واضحين الناس اللي ما كانتش بتلعب في السن ده ممكن بالماتشات يجي زي ما بنقول تمام. يعني واحد ما كانش بيلعب او كان مصاب عنده اصابه وما لعبش فممكن لما يلعب فرصه تانية، تدي له فرصه تانية عشان هو برضو ايه بقى له معاك 10 سنين تمام، مرتبط بيك، مرتبط بالنادي الاهلي، مرتبط بحاجات بس كتير. بس يقينا كابتن محمد اللعيب اللي اتربى في النادي الاهلي او الناشئ اللي تم اختياره اساسا من البدايه انه يصلح انه يشيل تيشرت نادي الاهلي تمام. حتى لو في سن صغيره وقعد خد تدريب وخد معسكرات وخد رعايه تمام، بالتاكيد اللاعب ده حتى لو مشي من النادي الاهلي عنده فرصه في حته تانية مليون في الميه بس انا بتكلم على استفاده النادي وبعدين خلي بالك اي حد بيمشي النادي الاهلي بيبقى زعلان يعني، خصوصا انه مرتبط زي ما بقول لك مرتبط بقى له 10 سنين صحيح. النادي الاهلي وجوده في النادي الاهلي هيديله زي ما انت بتقول فرصه انه يروح اي حته في مصر ويلعب، بس هو عايز النادي اللي اتربى فيه. السؤال هنا مشي من النادي الاهلي في فرصه يرجع تاني ولا مفيش؟ الاجابه على السؤال ده اللي يحددها اللعيب نفسه. بص لو بقى اثبت نفسه في مكان تاني كده. وقدر النادي الاهلي يسترده، بس انت المشكله بقى كمان يا احمد بتسترده بكام؟ يعني هو الراجل بتاعك بتسترده بكام؟ فنقصد ان كان يحصل الفلتره دي
تحصل على سنتين ما تبقاش قصة بكام دي عشان قتلت بحثاً. وانا ما يعني حضرتك عارف ان جزء كبير جدا من صناعه كره القدم النهارده بقى اقتصاد واستثمار. طبعا وبالتالي انا ممكن استرد وادفع فيه فلوس النهارده في مقابل الخبره اللي هو اكتسبها، وانه ما فضلش قاعد عندي، ممكن جدا كان يفضل مركون ما ياخدش فرصه يلعب، وبالتالي ما يظهرش بنفس المستوى. ففي احتكاك وفي خبره جالي بمستوى معين، وممكن يطلع من عندي باضعاف اضعاف الرقم اللي انا بأيد كلامك مليون في المية. بس انا اقصد اقول لك ايه، ان القطع مره واحده ده بيبقى زي صعب شوية. يعني فلتر ليه بقى؟ انا مرتبط بيك بقى لي 10 سنين، انت بتصرف عليا واخد على. انا هستاذنك نتابع الكره دي يا كابتن محمد. طب ممكن نعرف سكور الماتش؟ طيب هي دي كره المباراه غالبا، فهنتابعها معاكم مع جماهير النادي الاهلي. ماتش بوينت كده خلاص اعتقد. كده الماتش خلص 25-13. ده الفاينل سكور 3-0 نهائي الكاس، كاس سيدات كره طايره، بيخلص لصالح فريق النادي الاهلي سكور 3-0. مبروك طبعا لبطلات النادي الاهلي، ومبروك لجماهير نادي الاهلي حسم بطوله الكاس المصري. ويمكن هنتابع طبعا احتفالات الفريق زي ما حضراتكم شايفينها على الشاشه. الف مبروك طبعا لبطلات النادي الاهلي. تنساش برضه مشوار طويل قوي، دعم برضه بتاع كابتن الخطيب وجوده في المباراه النهائيه طبعا للبنات. هو كابتن الخطيب الحقيقه في كل المناسبات، حتى مش بس الماتشات النهائيه، يعني في بعض الاوقات بتبقى مباريات مهمه او كده، بيبقى حريص دايما ان هو يبقى متواجد. وكابتن الخطيب على فكره انا مش بتكلم على موقع مسؤوليته كرئيس مجلس الاداره، انا بيتهيالي ان وجود الخطيب بشخصيته كواحد من رموز النادي الاهلي اللي بيتمتع بمكانه كبيره ومكانه خاصه جدا في قلوب الجماهير، اعتقد بيمثل دفعه كبيره جدا لاي بطل بيلعب في اي رياضه حتى لو بعيدا عن كره القدم. الحاجه اللي عايز اقولها لك ودي قلتها يمكن قبل كده، زمايله احنا لعبنا معاه لغايه النهارده ما بنشوفه وبنبقى عايزين نصور معاه. تخيل انت بقى. طبعا الراجل مبطل بقاله كام سنه؟ سنه 87. انا لو بلعب ماتش كوره ولقيت كابتن خطيب واقف بره وانا مش لعيب يعني في النادي الاهلي، انا هكسر الدنيا. ده طبيعي جدا. تخيل بقى احمد طبعًا. يعني هو ربنا الحقيقه حبيب، يعني طبعًا. نعمه كبيره قوي. حب الناس، هي حب الناس، حب الناس طبعا. ودي يعني طبعًا. ما بتبقاش ربنا ما تبقى ما يعني مهما تقعد حقيقي تدفع فيها فلوس لا يمكن هتعمل. بس مش كابتن محمد مش بس موهبه يعني يعني حب الناس اللي بتحبه الكابتن الخطيب. قول لي احسن لعيب في افريقيا، قول لي نجم من نجوم النادي الاهلي، قول لي عبقريه كرويه فذه، لكن الموضوع مش موهبه لسبب ومش كوره بس. لان القصه اللي انت قلتها دي بتنتهي بعد ما البني ادم بيبطل. صحيح. بيبطل سواء بره او جوه. بيبطل النهارده خلاص، يقعد يومين ثلاثه بس كده خلص الموضوع. الراجل ده يبطل بعد العمر ده كله ولسه بكامل نجوميته دي. ايوه. بيبو نزل الملعب بيسلم على طبعا بطلات النادي الاهلي، بنبارك لهم مره ثانيه طبعا. بيبقى مشوار اللحظه دي بتبقى نهايه مشوار طويل جدا، يعني اللي جرب يفوز ببطوله كابتن محمد طبعا وانت ادرى. بص اهم لقطه واهم احساس هي مجرد ما الحكم بيصفر. أيوة. والفرقه بتعلن ان هي بطلت. هو دي الفرحه بتاعتك. أيوة. هي دي اهم من المكافآت اللي هتاخدها، اهم هو ده الاحساس اللي بعد العرق الكتير والمجهود الكبير اللي بتعمله خلال البطوله. انك بتكسب دي، هي دي لان خلاص طبعا. اتحفرت في تاريخك بقى. صحيح. هنسمع كابتن خطيب كده لو نقدر نعلي الصوت او نجيب الصوت يا ريت. يعني كنا بنتكلم على لحظه بطوله، بيتهيألي كمان انه يعني بيبقى واحد من الدوافع الرئيسيه. انا عارف طبعا انه كمان ان المعادله النهارده اختلفت شويه، يعني النهارده الرياضه بقى فيها بزنس كبير جدا طبعًا. وبقى فيها ارقام فلكيه طبعًا. لكن بيتهيألي واحد من الدوافع المهمه جدا فكره انك انت تحقق الانجاز طبعًا. انك انت تعمل تحدي. انك انت يعني البطلات دول خلاص اسمهم اتسجل كده على حائط البطولات في النادي الاهلي، الكاس بتاعهم في دولاب البطولات، حققوا مجد شخصي وانجاز بعيدا عن فكره الماده وبعيدا عن فكره انك انت تحقق مكاسب خلص. شخصيه، لكن فكره تحقيق البطوله والانجاز ده في حد ذاته بيتهيألي دافع كبير. الدليل على كده احمد ان احنا بالتحديد بتاعنا الجيل بتاعنا ما كانش فيه فلوس. يعني مش عايز اقول لك عشان الناس ما تضحكش، احنا خدنا بطوله افريقيا اللي كانت حلم
الأهلوية سنة 82 بطولة إفريقيا من كوتوكو. أيوه. إنما أنا من شوية بقول لك إيه، أنا خدت 5 بطولات مع النادي الأهلي، 3 أبطال كأس و2 أبطال دوري. هم دول اللي عايش عليهم لغايه دلوقتي. أيوة. في السن ده بقى بفتخر ان انا مع النادي الاهلي جاي كذا. محمد انت كبر نفسك. لا لا. بفتخر ان انا واخد البطولات دي، واخد كام بطوله دوري، كام بطوله كاس. هو ده نتيجه يعني المجهود الكبير والسنين الكبيره والتعب والاصابات وال الفلوس. لا، الناس كلها عارفه ان الاجيال بتاعتنا ما كانتش، يمكن الاجيال اللي موجوده دلوقتي الدنيا مختلفه، بتتعوض وبتتعوض كويس يعني. طيب هنروح لصالة الشرقية للدخان، نتابع مع حضراتكم احتفالات النادي الأهلي بالفوز ببطولة الكاس. شريف شعبان زميلنا موجود هناك. شريف أهلا بيك مرة تانية، ونقل لنا الأجواء كده. أنا شفت كابتن خطيب بينزل يسلم على بطلات الأهلي، يا ريت لو كنت موجود تقول لنا كان بيتكلم معهم بيقول لهم إيه، وتنقل لنا الأجواء بشكل عام عندك في الملعب. مليون مبروك يا احمد، مليون مبروك كابتن حشيش، مليون مبروك لكل مشاهدي قناه نادي الاهلي. الاهلي بيتوج ببطل كاس مصر السادات بفوزه على فريق الصيد 3-0. يمكن مجموع الاشواط، الشوط الاول 25-18 الاهلي، الشوط الثاني 25-20، الشوط الثالث 25-13. معي نجمه من نجوم النادي الاهلي، يمكن ايه الشامي نجمه نجوم النادي الاهلي. بقول لك مليون مبروك النهارده فوزكم بالكاس. الكاس ما شاء الله من كام يوم، الدوري بطولات نادي الاهلي، نمسك الخشب حدث ولا حرج. الحمد لله احنا دايما بنبقى داخلين كل بطوله مركزين قوي ان احنا ان شاء الله نلعب على المكسب. طبعا انت عارف النادي الاهلي ما يعرفش الهزيمه او مركز تاني، فالحمد لله كل بطوله بنخش نلعب على الكاس ان شاء الله يعني. حتى ماتش كان سهل الى حد ما، يمكن احنا كنا هم كسبوا الزمالك اللي هو عمل معانا ماتش كويس، بس احنا ركزنا فيهم قوي في اللعب ونقط ضعفهم، وقدرنا الحمد لله نخلي ماتش سهل يعني. الله يبارك فيك، ميرسي، شكرا. مستمرين معاك زميلي احمد، معي نجم من نجوم التدريب في مصر، كان لعيب كبير قوي ومدرب كبير جدا، انجازات حدث ولا حرج، كابتن حمدي الصافي. مليون مبروك ما شاء الله ما شاء الله، بطولات يمكن 18 بطوله للان ببطوله النهارده. مليون مبروك، بطوله غاليه جدا، بطوله الكاس ومن قبلها الدوري. الحمد لله، طبعا بنقول مبروك لجمهور الاهلي، مجلس اداره الاهلي. الحمد لله السنه دي بعد الكورونا حققنا البطوله الثانيه، انجازات كتيره في النادي الحمد لله، وبطولات دايما في النادي الاهلي. السنه دي طبعا ما كانش حالفنا الحظ في افريقيا، ولكن ان شاء الله باذن الله بنوعد جمهورنا الموسم الجاي ان شاء الله هيبقى في افريقيا، والحفاظ على اللقب بتاعنا باذن الله. احمد سمير بيبارك لك، وكابتن محمد حشيش بيباركوا لك. شكرا جدا، والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، ودايما في بطولات يا رب. احساكي بقى لما لقيته كابتن خطيب موجود النهارده بيتفرج على نهائي الكاس. الحقيقه طبعا احنا ما كناش عارفين الحقيقه، واللاعبات فوجئوا بوجود الكابتن خطيب، كانت لفته طيبه جدا، ومن الكابتن خطيب طبعا حضوره كانت لفته جميله جدا. الحقيقه البنات في الاول كانوا مخطوفين شويه، بس بعد كده الحضور ده زادهم ثقه واداهم ثقه، وشفنا خلال الشوط الثاني والثالث الاداء كان عالي جدا الحمد لله. كانت مفاجاه للصيد يفوز على الزمالك، ولا كانت مفاجاه؟ بص، هي مفاجاه على الورق، بس احنا كنا متوقعين ان ممكن حاجه زي كده تحصل يعني. ما كانش في صعوبه النهارده؟ لا الحمد لله، النهارده البنات بتوعنا جاهزين جدا فنيا وبدنيا، وما ادوش فريق الست فرصه خالص انه يدخل المباراه. مليون مبروك. الله يبارك فيك، شكرا شكرا. زميلي احمد، مستمرين معاك في تغطيه خاصه وحصريه لشاشه قناه النادي الاهلي. يمكن المهندس سامح حمدي، رئيس طبعا الاتحاد الكره لكره الطائره، باشمهندس سامح، واحنا على الهوا بنقول لك مليون مبروك، تنظيم ولا اروع ولا اجمل. النهارده نهائي كاس الاهلي والصيد النهارده، حاجه مشرفه للاتحاد المصري لكره الطائره. الحمد لله احنا يعني عملنا اقصى ما في وسعنا عشان نقدر ننهي الموسم، وانت عارف الموسم كان ظروف استثنائيه والكورونا، وفعلا كان في فرق عندها كورونا، والحمد لله يعني الامور مشيت كويس، وباذن الله بكره ننهي ان شاء الله باذن الله الكاس الرجال كمان، وباذن الله يبقى خلصنا كده الموسم على خير ان شاء الله. والحمد لله يعني انا بعتبر ان يعني ده مجهود كل الناس اللي اتعاملت، حكام واداريين ولجنه مؤقته بتاعتنا، يعني الحمد لله ان احنا عملنا كده، والحمد لله على كل شيء. جيت في وقت قصير بس ما شاء الله اندمجت على طول في الشغل ورتبت البيت من الداخل على طول. الحمد لله على قدر استطاعتنا، انت عارف ان فترتنا قليله جدا، احنا استلمنا في مارس والنهارده اغسطس، يعني في 5 اشهر قدرنا نعمل حاجات كتيره الحمد لله للمدربين وللحكام وبصراحه للعبه عموما، وربنا يسهل نقدر يعني نسيب بصمه لان احنا مش هندخل انتخابات.
ان كابتن خطيب النهارده اضاف من البهجه الكتير لكل الجماهير اللي كانت حاضره النهارده. والله الحقيقه انا لما دعيته لبى على طول، والراجل يعني في منتهى التواضع، وراجل يعني اكثر من نجم، فبالتالي برضه هو شرفنا النهارده. مليون مبروك يا تنظيم الرائع. الله يبارك، الله يخليك. مستمرين معاك يا زميلي احمد، نجوم النادي الاهلي شروق، يمكن واحنا على الهوا مع نجمات النادي الاهلي طبعا الفائزين ببطوله كاس مصر، ومن قبلها بطوله الدوري، يمكن رقم 8 اللاعبه نهله سامح. نهله بنقول لك مليون مبروك النهارده نهله، النهارده الكاس ما شاء الله، ومن قبلها الدوري. النادي الاهلي غير بطولات، بتعشق النادي الاهلي طبعا. الحمد لله، دايما ماتشات الكاس بتكون اصعب شويه من بقيه الماتشات في الدوري، عشان الدوري بيكون نقاط، الكاس طبعا اللي خسران بياخد بقى البطوله خالص. فالحمد لله ان احنا قدرنا نستعيد تاني لياقتنا ومستوانا قبل ما بين الدوري ما بين الكاس، والحمد لله قدرنا ان احنا نطلع 3-0 في ماتشات الكاس كلها الحمد لله. مشكله النهارده في الماتش ولا الماتش كان فيه سهوله لحد ما 3-0 نتيجه كويسه؟ الحمد لله كنا داخلين مهيئين نفسيا وبدنيا ان احنا نقدر نفوز باللقاء 3-0، وطبعا دعم كابتن الخطيب لينا النهارده زود من الحافز لينا ان احنا نقدر نفوز. جيتوا لكابتن الخطيب موجود النهارده؟ بصراحه، بس كان دافع لينا قوي يعني. مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. مليون مبروك. مستمرين معاك يا زميلي احمد طبعا، والكابتن حشيش وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. الفرحه حلوه والانتصارات حلوه، والنادي الاهلي عودنا في الفترات الاخيره وطول عمر الاهلي بيعودنا على الانتصارات وعلى الفوز. مليون مبروك النهارده يا نجمه، ويمكن بطوله كاس مصر، يمكن الدوري، والنهارده الكاس. الاهلي ملك البطولات. الاهلي ملك البطولات. النهارده كان في صعوبه في الماتش ولا الجيم كان سهل؟ لا، الجيم كان سهل الحمد لله، واحنا كنا داخلين مركزين جامد، فالحمد لله كسبنا. قولي لي بقى، ما اتفاجئتوا اللي كانت خطيف في الملعب عملتوا ايه؟ لما اتفاجئنا اتبسطنا قوي وتحمسنا اكتر يعني، فدخل كان حافز لينا ان احنا نلعب بقوه اكتر. مليون مبروك. زميلي احمد كابتن حشيش كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، مليون مبروك فوز الاهلي السيدات ببطوله كاس مصر ومن قبلها بطوله الدوري، عوده ليك من جديد. اتفضل زميلي العزيز، زميل عزيز شريف شعبان، بشكرك شكرا جزيلا. الفرحه حلوه، وزي ما قلت لحضرتكم لحظه من اللحظات اللي بتفضل في الذاكره وما بتتنسيش، انا متاكد تماما. مشوار بطوله بالتاكيد بيبقى صعب، ولو ان الارقام بتقول ان فرقه النادي الاهلي كانت مكتسحه لغايه اخر لحظه. كل التوفيق طبعا لبطلات النادي الاهلي، والف الف مبروك، فرحنا بيكم وفرحتوا جماهير النادي الاهلي. اخر الموسم فبيبقى زي كده بنقول موسم الحصاد، تلاقي كل الماتشات الفاينلز، دوريات وكاس في رياضات مختلفه، والاهلي الحمد لله اللي يدخل النادي الاهلي في الجزيره في مبنى الاجتماعي كده على اليمين يلاقي دولاب بطولات تقف قدامه وتسرح بالذاكره وترجع للتاريخ وتشوف امجاد في كل المجالات في كل الرياضات. عشان كده بنفكر او بيفكر ده بتفكر اداره الاهلي انه يبقى في متحف كبير النهارده بنزرع الدوري المصري. الموضوع ما شاء الله كتير قوي طبعاً، فلازم طبعاً يتحط بقى متحف في بقى متحف. وبعدين طبعا يعني ببارك طبعا لاسره النادي الاهلي كلها، اسره الطايره الستات ورجاله طبعا، ودي بطوله على الهوا موجوده اهي، والكابتن حمدي الصافي، والكابتن حمدي طبعاً. وده ما كانش غريب عليه لان هو يعني من هو لعيب حتى صاحب بطولات كتيره. اللي عايز اقول ان دي بطوله وبطوله على الهوا عشان اثبات ان النادي الاهلي حتى في الالعاب الاخرى هو البطل على طول، سواء طايره سواء سله سواء هاندبول، العاب فرديه الاهلي بطل في كل حاجه زي ما بنقول، عشان ما حدش بس يشكك ان بس ايه كره الصالات ومش كره الصالات والحاجات دي. دي طبعا لحظات التتويج والبنات بيستلموا الميداليات الذهب، وان شاء الله بكره بفكر حضراتكم جمهور نادي الاهلي وخصوصا عشاق كره الطايره، بكره ان شاء الله برضو ماتش الفاينل كاس رجال الاهلي والجيش ان شاء الله، وابطالنا يفرحونا ويفرحوا جماهير الاهلي ويجمعوا ثنائيه. احنا بنتكلم على 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 سيدات جمعوا بين الثنائيه دوري وكاس، وان شاء الله الرجاله بكره يجمعوا ان شاء الله، لو فازوا بالكاس يبقوا جمعوا برضو الثنائيه دوري وكاس ان شاء الله باذن الله باذن الله. انا بس الجيل اللي ما حضرش كابتن حمدي الصافي وهو لاعب كره الطايره، واحد من ابرز واميز لعيبه كره الطايره اللي جم بتهيألي يعني، ودي وجهه نظر شخصيه، على مر صحيح التاريخ. عدد كبير جدا من البطولات، مستوى فني ولا اروع، مقاييس لاعب فولي بول عالمي، والحقيقه كمان اثبت انه كمدرب لا يقل نجاح ولا يقل نجوميه ولا يقل تميز عن حمدي الصافي لاعب الفولي.
حمدي الصافي برضو محقق أرقام كبيرة جدا كمدرب، قدر يفوز بعدد كبير جدا من البطولات مع فرق الطاير. أنا شايف إن أجيال كتيرة في النادي الأهلي والأجيال اللي قبل كده ونور عطية وإخوان الشموتي طبعاً. أسماء كتيرة جدا جدا كنا على طول بيفرحونا الحقيقة في طائرة النادي الأهلي يعني. يلا سمعني الصوت، سمع الصوت دي لقطة طبعاً، الصورة اللي هتتحط في مكتبة وفي أيوة. وعلى حيطة وفي بيت كل نجمة من النجمات بعد ما رفعوا الكاس الذهب. طيب نروح لشريف يوصف لنا أكتر ويدينا تفاصيل أكتر عن اللحظة دي. تفضل يا شريف. مليون مبروك زميلي أحمد، طبعاً مليون مبروك لكابتن حشيش، مليون مبروك لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. الفرحة حلوة والنادي الأهلي عودنا على طول في الانتصارات، يمكن الكاس أهو في انتظار. طبعاً الكابتن سامح حمدي رئيس اتحاد الكرة الطائرة المصري بيسلم الكاس لكابتن فريق النادي الأهلي رقم 8 اللاعبة نهلة سامح. بطولة النادي الأهلي عودنا دايماً بالبطولات، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هو ده النادي الأهلي. كاس مصر تلاقي النادي الأهلي موجود، دوري تلاقي النادي الأهلي موجود، أي بطولة في العالم النادي الأهلي قادر على جلب البطولة لدولاب بطولات النادي الأهلي. مليون مبروك لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، مليون مبروك لكل نجمات لاعبي النادي الأهلي. الحصول على بطولة الدوري من يومين والآن بيحصلوا على بطولة جديدة، هي بطولة كأس مصر، بطولة بتضاف إلى سجل البطولات الكبير جدا للنادي الأهلي. والكابتن حمدي الصافي المدير الفني الكوف، الكابتن حمدي الصافي اللعيب الكبير جدا المدير الفني بيحقق أرقام وإنجازات يعجز أي حد على تحقيقها في الفترات المقبلة. يمكن أمامي شروق نجمة لاعبة النادي الأهلي شروق فؤاد، طبعا رقم 9 محتضن الكاس مش عارف دي لحد طبعا حققها شروق من نجمة من نجوم النادي الأهلي. تعبوا في بطولة الدوري والنهاردة بيتعبوا في بطولة الكاس، كانت مفاجأة طبعا خروج فريق الزمالك من الصيد، ولكن الأهلي قدر يكسب الصيد 3-0. يمكن الشوط الأول 25-18، الشوط الثاني 25-20، الشوط الثالث 25-13. يمكن في الشوط الثالث وصلنا للنتيجة كان 11-0. النادي الأهلي كان مكتسح في الشوط الثالث عشان يفنش الجيم. أمامي الآن وأمامكم كل لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني في صورة تذكارية مع كأس مصر اللي بيضاف إلى بطولات النادي الأهلي. كان حريص طبعا الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب أن يكون موجود في صالة الشرعية للدخان علشان يشاهد أبطاله، يشاهد نجوم النادي الأهلي بالحصول على كأس مصر. الفرحة حلوة والانتصارات حلوة، وهو ده النادي الأهلي اللي معودنا على طول على الانتصارات وعلى الفوز. مستمرين معاك زميلي أحمد في تغطية خاصة وحصرية لشاشة قناة النادي الأهلي زي ما الأهلي معودنا على طول، البطولات ثم البطولات ثم البطولات. هنحاول نجري لقاءات أخرى مع لاعبي النادي الأهلي اللي فرحانين بتتويجهم اليوم بكأس. مبروك يا كابتن أحمد ومبروك يا كابتن حسني. متولي يمكن هبدا بمريم. مريم واحنا مريم مليون مبروك، مليون مبروك. احنا لو نقرب من الكاميرا شويه مريم، مليون مبروك يا مريم، الفوز ببطوله الكاس ومن قبلها الدوري، هو ده النادي الاهلي. الله يبارك في حضرتك. طبعا الحمد لله يعني على الثنائيه الموسم ده، وكانت مش سهله يعني، بس الحمد لله قدرنا ناخدهم بطولتين. ماتش كان صعب النهارده ولا كان سهل؟ فأوله كان صعب، وبعد كده الحمد لله لما قدرنا ننفذ كل التعليمات اللي اتقالت لنا في المحاضرة اللي قبل الماتش، الماتش تسهل علينا واحدة واحدة. 3-0 نتيجة تقيلة على فريق لسه مخرج الزمالك. طبعا فريق الصيد فريق محترم، والسنة دي عمل موسم كويس، قدرنا ان احنا نلعب على نقط ضعفه وننفذ كل التعليمات، والحمد لله ربنا وفقنا. يوم ميرسي ربنا. مستمرين معاك يا زميلي احمد في تغطية خاصة وحصرية لشاشة قناة النادي الأهلي. ندى وليد لعبة النادي الأهلي، ليبرو النادي الأهلي، بفهم في الطائرة شوية. مليون مبروك النهاردة، جيم النهاردة كويس ولا أروع ولا أجمل، والنهاردة أنت عملت جيم على المستوى الشخصي جيم رائع جدا.
الحمد لله. هو السيزون كله كان صعب قوي، وحتى الماتشات كلها كانت صعبه بعد الكورونا بالذات، والست فرقه محترمه لعبنا معاها ماتش قوي الحمد لله، وقدرنا نحسم الكاس الحمد لله. حلوه، وهو ده النادي الاهلي، بطوله الكاس ماشي، بطوله الدوري ماشي، اي بطوله النادي الاهلي بيشارك فيها لازم باذن الله طبعا يجيب البطوله. طبعا احنا النادي الاهلي معروف بالرقم الاول، يعني ما نقدرش ان احنا نخش بقى لا مش هنكسب، فالحمد لله عملنا مستوى يشرف يعني النادي الاهلي، والحمد لله قدرنا نحسم كل بطولات السيزون ده. يوم ما الله يبارك في حضرتك. معاك يا زميلي احمد، يمكن في تغطيه خاصه وحصريه يا يعني نجم، نقرب منك دوت، نقرب من الكاميرا. مليون مبروك النهارده فوزكم ببطوله الكاس النهارده، مباراه سهله ولا كانت صعبه النهارده؟ لا المباراه الحمد هي كانت الحمد لله يعني زي ما كابتن حمدي خطط بالظبط، وزي ما قال لنا في الاجتماع، فالحمد لله ان الماتش مشي زي ما كابتن حمدي كان بيقول. قال لك ايه كابتن حمدي في الاجتماع؟ قال لكم ايه في المحاضره؟ قال لنا ان احنا دي فرقه الحمد لله يعني كلها سن صغير وعندهم حماس، وان عملوا ماتش جامد مع الزمالك، فيبقى عندهم حماس جامد ان هم يعملوا معانا ماتش كويس، فالحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نقدر نكنترول الموضوع، والحمد لله ان احنا كسبنا النهارده. مليون مبروك. الله يبارك حضرتك. معاكم اللعيبه رقم 11 ساره، مليون مبروك ساره. يمكن الفوز حلو والفرحه حلوه، هو ده النادي الاهلي، البطولات ما تلاقيهاش غير في النادي الاهلي. الحمد لله احنا كانت فتره صعبه ان احنا نوقف الكورونا ونرجع تاني، كانت حاجه كويسه ان احنا ناخد الثنائيه ونتغلب على نادي السيف. كنا متوقعين ان احنا نلعب مع الزمالك في الفاينل، بس الحمد لله قدرنا برضو ان احنا حفظنا نادي السيف كويس قوي وقدرنا نتغلب عليه الحمد لله. ضد الزمالك كان مفاجاه ليكم النهارده ولا ما كانش مفاجاه؟ اه كان مفاجاه بصراحه، كنا كلنا متوقعين ان احنا هنلعب الزمالك، بس نادي السيف برضو فريق محترم الحمد لله، وقدرنا برضو نقوم لعبه صغيره في السن. الشوط الاولاني بداوا يعني كان ايكوال جيم شويه، بس الثاني والثالث خلصتوه باريحيه بتعليمات طبعا من كابتن حمدي بره، احنا قدرنا ان احنا نلعب ونتغلب عليهم كويس قوي، فالحمد لله يعني الموضوع عدى. مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. زميلي احمد، دي كانت لقاءاتنا الخاصه والحصريه لشاشه قناه النادي الاهلي. الفرحه حلوه، البطولات حلوه، اللي عاوز يدور على بطوله لازم على طول يتابع النادي الاهلي في اي مكان، في الطايره بطولات، في الباسكت بطولات، في الهاند بول بطولات، في الكره حدث ولا حرك، بطولات في بطولات في بطولات. مليون مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مليون مبروك لكل مشجعي النادي الاهلي، مليون مبروك لكل اعضاء النادي الاهلي، مليون مبروك لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، مليون مبروك لحضرتك، مليون مبروك لضيفك، مليون مبروك لكل قناه النادي الاهلي. عوده ليك من جديد. الله يبارك فيك. بشكرك زميل عزيز شريف شعبان، ومبروك اولا واخيرا للبطلات اللي حطوا اسمهم في سجل وفي ذاكره البطولات في النادي الاهلي. الحقيقه يمكن سيزن كان واضح فيه التفوق، بنات حاجه تشرف الحقيقه، واللي عجبني اكتر اللقطه اللي عملوها المؤمن زكريا. احب يمكن اقول له يعني رساله، هو يمكن كان تواصل معنا واحنا بنحتفل بالدوري، وما اقدرش اقول لك انه قد ايه على صفحاتنا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الناس بتحبك والناس بتدعي لك. النهارده بطلات الطايره بيدعموا كابتن مؤمن زكريا، يمكن ربنا يكون حطك في الاختبار ده وفي الامتحان ده واداك قدامه وكشف لك قد ايه الناس بتحبك وقد ايه الناس بتقدرك وقد ايه الناس كلها في ظهرك عشان ترجع تقف على رجلك وتقوم لنا مره ثانيه بالسلامه. مبروك كابتن محمد. مبروك. الحمد لله السنه كان حلو على الاهلاوي النهارده، الحمد لله يوم حلو، الحمد لله حلقه حلوه انتهت طبعا بمكسب للنادي الاهلي. كلمه تقولها في ختام الحلقه لابطال النادي الاهلي، يعني كنا بنتكلم على بطوله افريقيا وحلم البطوله طبعا، يجي لنا فعل حلو زي ده، تحب تقول ايه للابطال الاهلي؟ الف مبروك طبعا للبطلات الجمال طبعا، يعني دوري وكاس وبطوله في موسم واحد، بطولتين في موسم واحد، طبعا مجهود كبير اكيد منهم طبعاً، من الجهاز الفني الكابتن حمدي الصافي. ان شاء الله زي ما انت بتقول يبقى فال كويس، ان شاء الله يبقى اخر 2020 تنتهي يعني ب يا رب ان شاء الله ببطولات كبيره للنادي الاهلي ان شاء الله، وموسم حلو على النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وعلى اداره النادي الاهلي، يتوج ان شاء الله باذن الله بالبطوله الاهم دوري الابطال، دوري الابطال اللي هو حلمنا اللي جاي ان شاء الله. ده اللي بشكرك، شكرا جزيلا، شكرا محمد، شرفتنا ونورتنا في السادسه مساء كابتن محمد حشيش. شكرا شكرا، بشكر حضراتكم على المتابعه، نقابل حضراتكم بقى ان شاء الله بكره، تابعوا ماتش الاهلي واف سي مصر، وان شاء الله ولادنا ورجالتنا يقدموا لنا ماتش يعني يمتعنا بدايه ويطمنا على تقدم مستوى الفرقه، كله في سبيل طبعا وصول للهدف الاهم والاغلى، بطولة دوري الأبطال. بشكر حضراتكم على المتابعة، ونقابل حضراتكم في السادسة مع بداية أسبوع جديد. تحياتي لحضراتكم.